أنا دكتورة نهى علي، أنا دكتور صيدلة الإكلينيكية كلية صيدلة جامعة فاروس. وقبل ما ألتحق بجامعة فاروس أنا كنت بشتغل كلينيكال فارماسيست صيدلي إكلينيكي في مستشفيات جامعة اسكندرية. كاديو أليكس طبعاً من أكبر المؤتمرات اللي بتتعمل في اسكندرية، وبنبقى حريصين جداً إن إحنا نحضره. بناخد information في مجالات كتير، يمكن إحنا بنحب أكتر information ليها علاقة بالمعلومات اللي ليها علاقة بالأدوية، فبنقابل هنا كل الأدوية أو كل شركات الأدوية اللي طالعة جديد، ورأي الدكاترة في الأدوية بنعرفه برضو من مؤتمرات اللي زي دي، فطبعاً بتكون موجودة كلها في مكان واحد. بنحب إن إحنا نحرص إن إحنا نحضره. والله أنا كنت مبارح عندي توك صغير في الكلينيكال فارماسي سيشن، وكان بيتكلم على إزاي أنا بستخدم المعلومات الانفورميشن اللي أنا أخدتها في الكلية وأطبقها علشان أعمل خطة علاجية للمريض. للأسف يعني الـ MTM plan أو Medication Therapy Management plan هي موجودة في دول كتيرة جداً وبتدخل مع نظم التأمين هناك زي الميديكير والحاجات دي، لكن لسه في مصر مش موجودة قوي. الصيادلة بيقدموها فولنتري، بيقدموها بتبسيط كبير، لكن الحقيقة هم عاملين شغل حلو فيها. هي فكرتها ان المريض بعد ما بيتوصف له العلاج كل فترة، كل في ناس بتقول كل ما يتغير الأدوية بتاعته، في ناس بتقول 4 مرات في السنة، مرتين، على حسب حالة البيشنت، بيروح يقعد مع صيدلي متخصص بيشرح له دواء من اللي هو بياخده ازاي، ياخده قبل الاكل ولا بعد الاكل، الجرعات بتاعته، الدواء ده بيعمل ايه واهميته ايه بالنسبه للمريض. لازم المريض يبقى فاهم انه مهم ان هو ياخد الادويه دي. لو الدواء بيعمل اثار جانبيه، ودي حاجه موجوده في كل الادويه، ازاي بنتجنبها؟ في دواء لازم يتاخد بعد الاكل، في دواء لازم يتاخد على معده فاضيه، فدي بتبقى ليها بريكوشن معينه لازم ان احنا نمشي بيها، ولو حصل حاجه ازاي نعالجها، لكن ما نوقفش دواء ومجهودنا في علاج ديزيز معين او كونديشن معينه يروح بسبب ان احنا وقفنا دواء. ازاي كمان اتابع الدواء؟ انا بدي الدواء علشان يديني ثيرابيوتيك ايفكت، يديني فايده علاجيه، وعشان ما يحصلش توكسيك ايفكت، ما يحصلش اثار جانبيه، فانا عايزه اكمبرومايز، عايزه اوصل للمرحله اللي لا يحصل يعني ان انا اخسر الفايده العلاجيه ولا يطلع عندي يظهر عندي اثار جانبيه. فلازم اتابع المريض، مش بديله دواء وبسيبه، لازم دايما بديله سكادجول، هتجيلي كمان 4 أسابيع، هتجيلي كمان 6 أسابيع، هنعمل تحاليل او هنسأله على حاجات معينة حصلت ما حصلتش، جاب ريسبونس ولا لا، ممكن يحتاج ان هو to refer to the physician ان هو يزود له جرعة، ممكن يحتاج ان هو يزود له دواء تاني، فبتبقى في recommendation من الصيدلي ان انت محتاج كذا، محتاج تعمل كذا. طبعا مهم جدا وجود الصيدلي وتطبيق خدمة زي دي في مستشفياتنا أو في صيدلياتنا Community Pharmacy. طب وخدمة زي دي حضرتك تقدري تقولي لنا هي ممكن تكون متاحة حالياً في أنهي هيئات؟ هي موجودة بتتقدم من ضمن وظيفة الصيدلي، لكن مفيش حد specialized فيها، يعني الصيدلي اللي في المستشفى اللي بتتطبق فيها خدمات الكلينيكال فارماسي قبل ما بيمشي بيفهموا الأدوية، لكن ريسكادولينج إن هو يجي تاني وإن هو يتابع تاني، دي اللي إحنا عايزينها إن هي تطبق أكتر. محتاجين فيها ممكن تتعمل أوفيسز معينة، تتعمل مواعيد معينة في الصيدليات الأهلية، يمكن الصيدليات الأهلية بتبقى أكسسبل أكتر للبيشنت، إن هو وهو معدي بيعدي على الصيدلية اللي جنب البيت وبيسأل على أنا باخد ده، أنا حصل كذا، أنا حصل كذا. محتاجين يبقى ليها سيستم على الصيدلة، إن لو صيدلي بيعملها فولنتري بيقعد يدور على الانفورميشن ويجيبها من رفرنس والتاني والتالت يقدر يديها كويس. احنا بنشوف صيدلة بيعملوا كده، لكن احنا محتاجينها تبقى تتنشر اكتر.